الاول هحلله لك بالماكينه وبعد كده بالشكل. طيب قول قبل وبعد. هلا افرجيكم قبل هلا ما نحلوه بعد العمر. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. صار مباشر كده؟ ها؟ مباشر عامل فيديو مباشر؟ لا 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 مشان بعدين افرجي لك وقتها. الذكرى يعني. وما كل يوم الواحد يجي بربي شعره هيك. لبناني؟ لا سوري. ما عليك سنتين ونص اطلع من البيت.